فندم مش قادر اوصف لك فرحتي بالكلام ده والله. حضرتك لا ده حضرتك اولا ترفع راسك ان وحضرتك وعيلتك كلها يكونوا فخورين بواحد زي سيادتك يا فندم. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ احمد، الله يبارك لك، شكرا جزيل الشكر، جزيل لا الشكر. لا انا فرحان بحد بالكلام ده والله. شكر ايه ده احنا اللي بنشكر، ده اهل اسكندريه اللي يشكروا حضرتك لانه حضرتك وقفت وحميتهم ورحت بدري عن ميعادك وخدت العربيات عشان الطريق يمشي وعشان الناس تمشي والطريق يتفتح وجات المطره تانية ونزلت تاني. يعني حضرتك بتأدي دورك وبتأدي شغلك يا فندم، يعني الواجب علينا ان احنا اللي نشكرك يا فندم والله. لا يا فندم ده واجبي والله، واجب اي مصري بيحب البلد وبيحب انها تقف ترجع تاني زي الاول وتقف على رجليها عشان نطلع لقدام ونبقى احسن شعب واحسن بلد. انا مش عايز غير نبقى ناس كويسين، والناس ولادي لما يكبروا يقولوا بابا ده كان كويس ويفرحوا بابوهم ويفرحوا بالبلد ويطلعوا في امان. مش عايز غير خير البلد وبلدنا بس يا فندم، والحمد لله وربنا يخليك. وشكرا للناس الكتيره قوي اللي وقفت جنبي دي وظباط زمايلي، انا مش قادر اعبر عن شكري ليهم ولحضرتك. ولحضرتك النهارده يوم غير امبارح.